يايثما إم غربيين من إم مجان نهارا كيوم درديز عبد الإله عامل نظافة في إقليم الناظور شركة أفيردا المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. أولا البداية بعد إجل الاعتذار السكينة من إقليم الناظور بن إنصار أزغنغن عن يعني انتشار المهول للأزبال ذي الفترة يثن قاروت مش نسن بأنه شركة أفيردا وسيقيم شذي العقد النس قيمة يعني زي ستاشان واحد أطرح يعني نتراجع التاس إجن الشركة النغني ومقان كذا تكنيك. لذلك وزو أسنين الإخوان الساكنة أم ثكمر أظن غسمحن أكين غصبان ويقيم بوش تمين يعذون بولكين الشين نبذيج المشروع انتقالي زيت ندين تنغ ما يمي حما تذور ثان ندين تنغ أم التاثم ثان الدم النغني وأغتيري نقول مشاكل الأزبال دي شعان سبعة دي عادي خوش النوم الأزبال مش عن سبعة والأسباب يتغي الجن هذه اللي تقل المشاكل الانتشار المهول للأزبال. كما لا يخفى على الجميع أنه تغذين إشني المسؤولين متواطئين تخدم الأجندة نسن ذي المآرب الشخصية نسن وغاس نبو غير أخ ندينت لأخو خدام لأخ يعني أي حاجة ذي ندينت يعني الهم من سنة مقران هو أنه من يصدق عملية الحل يعني إذا نحكي نشين حما تجبد التمنيات ما نسنغني يعني وذوا السبب يجي أخدام نهارا أذي ينتفض ضد الظلم بولكي يحر دقني وضس غاور مع العلم انه حاليا يعني الاغلبيه الساحقه تنتمي الى الاتحاد المغربي للشغل مع انه الفئه قليله يعني يحرن اذقن التعارض اتسيق وذنا خدام اسينين قودي قال الشركه دي كانهم تشبو كونتراتا ترسمهم قاينين جديد قاسم كشن كونتراتا دي جديد يعني تهددنا خدام سجن حاجتي يعني وتجيبو معقوله يعني القانون يقارمو اخمن يتحارف من القانون يعني يوذانا قيج نقطه وقانا نغل وحده الوحده واخا نوح نشين خصها تقيم ثمونم اذ نتفاجا انه نهار رومي احراما عاقا فاقا يعني المصلحه نسن يتوغا غاسن صافي يهتز العرش نسن نهار كانوا فين يعني وغاسن من غقن كان السيك وذنا خدام ذي السجل بالباله ونشين كعمال وكم كتبنا قابي نخدم حومة أن ارتقى سندين تنغ أنلم شملو خدام شركة أسنكش يعني نسن ما لنا وما علينا الشين شركة دغيا سنت جديد أكيس نقيم في حوار على أساس التفاهم حومة نرتقى سندين تنغ أنكس المشكلة نوفر يعني سنوات نشين تعيشيث ما يمي شين طاوان تندينت من حقنا ندفع سندين تنغ مادام سيدي ربي العالمين يكتبان غنشرق وزنين وغروم ذي الشركه يا نيختني دي كوان الا خصنا الواجب النق كما ينبغي وجي الزياده وجي النقصان نقى الزياده غنغيري الفائده ونقيبو الزياده انق الواجب النق يعني المهني هو الاسلوب ينوزو انفرض هما قاعد ستندين النق نوزو نخدم ونخصبو مشاكل سياسيه نغ عراقيل الاضرابات دوينه صافي نحرس دقن نهار غانغ مسؤوليه خصتي السن عامل النظافه بصفه عامه بانه الساكنه كمرت عازم دغانغ قمو السلطه ميم الساكنه ترجى التغيير الله يحسن عاون تنكار نتخ الصباح حتى في تندين توسخ سجيره تندين توسخ رعيد تندين توسخ شان سبعه حدث ولا حرج صافي نحر مادام سي ربي العالمين يسكت شباب غاصل الغير خصنا ندين تنسنو الزوت خدمن وغاصل لا مصالح سياسيه لا مصالح شخصيه يعني نيني الهدف نسن هو تخدم انت ندين تنسن الحمانه خدام الحمان الشركه الحمان تندين تنسن بالنسبه للشركه قيا خدام ذ النقابه نسن قد توعدتن بانه نشين اول وحدين نصن نبسط اليدين يعني اين نعاون في المرحلة الانتقالية وما بعدها أسنحاول خماطيريال يعني نحاولوا احنا ما أمكن أنه احنا نطلعوا النيفو للشركة احنا اللي غنخدموها
اما سعادة العامل اللي لغى صفقه وعطى صفقه جديده راه حتى هو راه مسؤول على هذه الصفقه وحتى هو راه حال عينيه عندنا تيتسنى منا حنا اننا نديروا الواجب ديالنا باش ينجح المشروع، يعني مشروع مشترك من اجل مصلحه المدينه ماشي من اجل مصلحه شخص تسللوا المصلحه يدير عراقي. لا صافي، حنا مدينه الناظور ان شاء الله مع شركه كازا تكنيك بكل الفعاليات ديالها والعمال ديالها غيحميوا ليها الماتيريال. يعني اهم اسباب الاستمراريه هو انه المحافظه على الماتيريال، الانضباط، اي حاجه ديال الشركه خصها تطبق، واي حاجه خصها تعطى للعامل خص تعطى له. يعني حنا خص النقابه خص يكون الدور ديالها وسيط في الخير، ماشي وسيط باش تدافع عليا باش تدي عليا مصلحه، ولا ما تدافعش عليا حيت عندها مصلحه في الشركه. لا، خص يكون قانون، يكون نظام. حنا راه كنا فاقدين النظام، هذه ازيد عن 5 سنوات مازال ما شفنا النظام. النظام مخربق، شي خدام شي ما خدامش، انت عندك مشكل خصك تمشي للنقابه ما تمشيش للاداره. يعني الاداره ما كانتش عندها هيبه، حنا ما بغيناش داك الشيء يبقى. واصلا المكتب الحالي راه خدام على هذا الشيء باش اننا نضمنوا الاستمراريه ديال العمل، لا ديالنا لا ديال الشركه، حيت ملي انت يغيب القانون راه بحال رانا في الغابه. خصنا نحضروا راسنا، حنا عندنا مشروع خصنا نخدموه اللي على السلطه، وهو ان تجيب لنا الحقوق ديالنا كما ينبغي. حنا باسم العمال غيجلس الشركه اللي جايه غتجلس مع النقابيين ديال الاتحاد المغربي للشغل باش يتوصلوا عند يحلوا النقط اللي عندهم، هادو يقولوا ما عندهم، الشركه تقول ما عندها، في الاخير غيخرجوا بقرار غيرضي الجميع، غيرضينا حنا وغيرضي الساكنه. نعم صحيح. على اساس شكاليت البدايات رميد نوسازي الاتحاد المغربي المنظمة الديمقراطية للشغل، كما لا يخفى على الجميع غادي نجي الاضراب 26000 طونت تاسجن المبلغ 26000 شناضي نبد نفغ اضراب 3 ايام على اساس 26000 وجبوا على اساس نبدل النقابه زيثا غثا شين توي انا ضارب بقى نغعاد منضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. غنقاني عادي نتفاجئ بانه نشين اقانغ منضوون تحت لواء المنظمه الديمقراطيه للشغل. رقتي اللي تغادي ني اسباب اخدامي تقول الله يحسن عاون يجم بين 5 6 شهور كتازي القيمه الناس اي غنقاني وزم ما تكسد دقني صافي الدكور داخ مني تقزد بلا من الله يحسن عاون يتقول خور قزن وغروم توعيه وغوالو توعيه ناقصه والو قاع تغوت كات السيور دخل حق نشني خشن نحاش تطرد. وان شاء الله قنان 25 نهار الخميس، نهار الخميس يمكن الموافق ل 21 غنغجمع العام ديال الاتحاد المغربي للشغل هذا يسيرين يوذان ضر الاشخاص يتوادي النقابه ني ناضي كاذينين كلمه حق صدق المنضع عندي بار ديني عداد ديني جل عدد نيوذان كشين 8 يعني نان ان شاء الله ديال الجمع العام غادي نستحضر ديك النقط ما راح وما تسن السلطه غادي يسن كلشي يعني من يجا هذه على درايه سميني توقيعن بانه يوذانا وخدم يعني اصلا قد تقل العراقي يعني المشروع غادي خصك نعاون نشين بدون مقابل يعني نشين خصنا نكس دقنا الاسترزاق وراء ظهورين خصنا نكس الاسترزاق خو عرانا نشين مارس السلطه نغذ العامل نغذ اي مسؤول يخص غادي يحدا الشان حاجه زي عمال النظافه اللي خصها تطبق ضروري خاصها ديرها غير ممثلين العمال وجبو ديرها غنتي اشخاص يجن الشخص حما ذي كيده يوذن لي مار بوركي اصلا تقني تقن يتيري غا ابار الاراده وخدام شكون اللي دغيس بلا ما خاك يضغط وتقذد وذي غترسقد شتي خص تقني لا خص بالعكس مسؤول واش سيدي ينغني وتستارزيق نبوخ وعلى عينه راك شان حاجة المسؤول ويسبوع العباد ديال صغار البارك اللي قاديني غاس وسائط غنغدا سن انا غدي السيوض انتبرات من تحتاج السلطة الزينة نشينا قان غاكيسن اما ما حد يوضن غني غنحسب من التجارة لا
نشي النهار ديالي مكتب يخدم على اساس جل المصلحه هي وخدام تندينت بوكي فيجن بوكي اصلا خدامه دمي سم تندينت يعني هو يتفخ زكوا غنغيرها خندينت نوزو نخدم ونخص نقضع جميع الطرق يغيقل العرقاله دي 6 سنين هذه كاع انك الشركه هي نشي نوزو نعاون الشركه هي سيس من العمال كيس نحاول كيس نخدم يعني منين غنغلبان منين زي غنخدم ما علينا الا تطبيق القانون وتطبيق الروح العمليه صافي نشين ما علينا الا نفغى لا بيست نسبيين بانه نشين يوذان مسالمين وزنا هذا عيش نواها وخص نبو واص نبو دكان المسائل السياسيه ديال العقار دوين وز الخدمه نواها هذا هو الهدف في غاسم اي انك شما سن الحقوق نسن مره شما سن الحقوق نسن واس نتكسمشا ميني قام مستعدين نضحان في الحياه نسن اصلا قضى يوضن ضحان صوضع نسن نشوفو نسن قا كلشي باين و مديش غينغ كيس بدي جو ما معليش باش تمسع زكاه زكاه يعني تنتقل لمغاريج نقابه المغرب باش تمسع اقبل ارنقابه مزواره واخا اشيني غميمي السبب مزوارو نبدا ديال الاتحاد المغربي للشغل تنيد البدايه النهايه نغزي الاتحاد المغربي للشغل قالني غشتيد ومزوار السبب الرئيسي هو انه شكت انتمي ديال الاتحاد معروف اول نقابه ديال المغرب يعني شنو نعقبوا على اساس الاشخاص يدينين نعقبد على اساس الاتحاد المقرني يعني جان غزكيو ذاني ذين الله يرحم الوالدين نعقبت خابان نحيو هذا الكاتب العام نشين نلقى دراسه نوفيج النقابه بدا ينوض 2007 يعني اغراض سياسيه يعني تفقد زي ما هو حزبي نشين نلقى دراسه المغني الاتحاد المغربي للشغل نوفى انه اول نقابه ديال المغرب ومين تشرفنا الطاس هو انه اول يوذان فون طلب الاستقلال المغرب اول طبقه عامله تضحى رميتو المغفور لمحمد الخامس في مدغشقر يعني اول يوذان كشي ناس القوه الدعم حمادي يعقب غا المغرب زي المنفى هما ذي يوذان الاتحاد المغربي للشغل والدقاق يدوني في التاريخ اما ونسن بانه نشين داني تمرن وفا يوذانا رنين خصن الزين خص ترزقن غان ماني غانح نسن رخو يعني المركزيين غان غميس غان كميس غان فقول الحمد لله ذي يوذان دي ثنين تنظى كثين 40 عام 45 عام تغين كوادر رئيسية دي الاتحاد المغربي للشغل يعني مكثرت ما تمرقى كيسان تشنغ يعني الاسرار نسان يتعوض لنا غير متغي توقيع عند وينات يعني نسن ما يسغن كما يزدان فوق يعني خون شيون تشيري بوخ الشخص يعني احنا جينا عند الاتحاد المغربي للشغل على اساس النضال ماشي على اساس الاسترزاق فهمت؟ يوم يغطو غادي هذه المنظمه الديمقراطيه للشغل طونت السن مني توقيع شكيت غيما المسؤول النقابي اثنين يتسن تغيمان داك الشعري كم مين غنغسلو نشين وثنسين وغادي نبوي وذن اهل الثقه هما غاس نسل مين دنغيني نتسرى مين دنغيني نثنق ما يما شي نهار لا نهار يخدم خصو يقرر نشين خمني غنقي ماك مثلا ماك الاداره انا ماك السلطاني ادنا وير خبا يخدم من دين نزنكش الواقع يعني شي وتجيبو نشد تفاوض خو خدام سينا حقا وستي الشبوثه شكشي غا قدينش هما الصقار نغدقني تغي توقع نزاد تشنا سنين هني الثمانيه بغا نسين ماني جانت دقا خصها ديكس خصها غنغير قانون نشينا دايرين محميين السلطه الشركه الشركه السلطه الزين غكتين يذمع ما علينا الا العمل رساله كاروت ازدعا وغاوت تاغيش الاعتذار ضم قران زي السكينه النظار ضبرين صاد وزنغان اكين غصبان شهرين قوي قيم بويش تمين يعذون والرسالة ثم قرنت الشكر موصول لسعادة العامل والسيد حالم فوطط رئيس التعاون هاد الناس هادو وعدونا بأنه غيستخلصوا لينا الأجور ديالنا في الشهر ديالهم ولمسنا هاد الشيء في الشهر اللي فات وإن شاء الله هاد الشهر هذا يعني تنقولوا لهم انتم كي تدافعوا علينا وعارفين الظروف والأسباب يعني اللي عايشينها في هاد المجال اللي خدامين حتى حنا ما علينا الا نفديوكم بصحتنا
وبالقوة اللي عندنا حتى إن شاء الله يولي الناظور من بين أنظف المدن، حيت من بين أحسن المدن ولكن خصو يولي من بين أنظف المدن. هادشي اللي كاين. السلام عليكم.